السلام عليكم. درسنا اليوم في محور حركات السكان هو الحركة الدورية، النزوح والهجرة. الأهداف التعليمية: أن تصبح عزيزي المتعلم في نهاية الدرس قادراً على أن تميز أشكال حركة السكان الدورية يومية، أسبوعية وفصلية، تتعرف إلى أسباب النزوح السكاني ونتائجه، وتحدد أسباب حركة الهجرة ونتائجها. المقصود بحركية السكان هي انتقال السكان من مكان إلى آخر داخل البلد الذي يعيشون فيه أو إلى خارجه، وهي على ثلاثة أنواع: الحركة الدورية، النزوح والهجرة. سنبدأ بالحركة الدورية، وهي بحسب مدتها: أولاً الحركة اليومية، وتتمثل بالانتقال من الأرياف أو الضواحي صباحاً إلى المدن بدافع العمل أو الدراسة والعودة مساءً إلى منازلهم. مثلاً أنا أسكن في صيدا وأعمل في بيروت، أنتقل في الصباح إلى بيروت للعمل ثم أعود مساءً. أما الحركة الأسبوعية، وتتمثل بانتقال قسم من سكان المدن إلى قراهم لقضاء إجازة آخر الأسبوع. مثلاً سكان بيروت معظمهم من الجنوب اللبناني، فينتقلون في نهاية الأسبوع إلى قراهم الجنوبية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع والعودة يوم الاثنين. أما الحركة الفصلية، ومنها حركة انتقال بعض سكان المدن لتمضية فصل الصيف في قراهم أو في البلدات الجبلية، انتقال بعض سكان البلدات الجبلية للإقامة في المدن خلال فصل الشتاء هرباً من البرد في فصل الشتاء، يفضلون السكن في المناطق الساحلية، أو انتقال العمال الموسميين إلى بعض المناطق في المواسم الزراعية وعودتهم عند انتهائها، وأخيراً قدوم المهاجرين إلى بلدانهم الأم لتمضية بعض الأوقات فيها، كقدوم المهاجرين اللبنانيين في فصل الصيف إلى لبنان لتمضية الأوقات مع أقاربهم والعودة إلى بلاد المهجر. أما بالنسبة للنزوح، ما هو النزوح؟ هو حركة انتقال السكان داخل بلادهم من القرى إلى المدن أو بالعكس، أو من مدينة إلى أخرى، وذلك بهدف الاستقرار فيها، وغالباً ما يكون الانتقال هو من الريف إلى المدينة. أسباب النزوح: للنزوح أسباب عديدة، ومنها قلة فرص العمل في الأرياف، أي عدم توفر فرص عمل في الريف، ضعف الخدمات الاجتماعية في الأرياف مقارنة بالمدن، والمقصود بالخدمات الاجتماعية التعلم، الطبابة، الاستشفاء وغيرها، الإنماء اللامتوازن بين الريف والمدينة، هناك اهتمام بالمدن بالبنى التحتية وغيرها في المدن أكثر من الأرياف، الكوارث الطبيعية التي يتعرض لها الريف كالفيضانات والزلازل، وهذا بالإضافة للصراعات الداخلية، وأخيراً ارتفاع أجور السكن في المدن والتلوث فيها يدفعان بالبعض إلى الانتقال إلى الأرياف للسكن فيها، أي هرباً من الأجور العالية، أجور السكن العالية في المدن، فيفضل بعض الأشخاص الانتقال إلى ضواحي المدن أو إلى الأرياف حيث سكن أقل كلفة. نتائج النزوح: وللنزوح نتائج إيجابية ونتائج سلبية. ما هي النتائج الإيجابية؟ أولاً توفير فرص العمل والدراسة لكثير من الشبان، إذن توفير فرص العمل في المدن والدراسة لكثير من شبان الأرياف في المدن، تأمين العمال للعديد من القطاعات الاقتصادية القائمة في المدن كالمصانع والمؤسسات التجارية وغيرها، ولاسيما إذن الصناعة. أما النتائج السلبية فهي تتوزع على الأرياف والمدن. ما هي النتائج السلبية للنزوح بالنسبة للريف؟ إفراغ الريف من سكانه وخاصة الشباب، تراجع النشاط الزراعي فيه، وهذا سبب للنزوح، تراجع النشاط الزراعي هو من النتائج التي تؤدي إلى النزوح إلى المدن، وأيضا تهمل الزراعة،
خلل في التركيب النوعي للسكان بين كبار السن وصغار السن أو بين الذكور والإناث، وتراجع العديد من الحرف اليدوية بسبب عدم توفر اليد العاملة في الأرياف للاهتمام بهذه الحرف. أما بالنسبة للمدن فهناك نتائج سلبية للنزوح بالنسبة للمدن: تضخم عدد سكان المدن، أي ارتفاع عدد سكان المدن، وارتفاع نسبة البطالة بسبب التضخم السكاني. لا تتوفر فرص عمل كافية لجميع العاملين أو لجميع الشباب الذي يطلب العمل. ضغط كبير على الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية، وظهور مشاكل المدن وارتفاع نسبة التلوث. وأخيراً نشوء الضواحي الفقيرة حول المدن، وهذا للسكان الذين لا يستطيعون السكن في المدن، فتنشأ ضواحي صغيرة حول المدن. هذا بالنسبة للنتائج السلبية. والآن ما هي الخطوات الواجب اتباعها للحد من النزوح؟ أولاً دعم وتنشيط القطاع الزراعي في الريف، وهذا واجب الدولة الاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال الإنماء المتوازن بين القطاعات الاقتصادية. أيضاً تشجيع إقامة مشاريع صناعية في الريف لتأمين فرص عمل لأبنائه، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية في الريف بمستويات عالية، أي بمستوى كمستويات الخدمات الموجودة في المدن. وأخيراً تجهيز الأرياف بالبنى التحتية اللازمة، وهذه الصورة هي للبنى التحتية في بعض الأرياف والتي تعمل الدولة على تحسينها. هذا بالنسبة للنزوح. أما الهجرة، فما هي الهجرة؟ هي حركة انتقال السكان من بلدهم الأم إلى بلد آخر بقصد الإقامة الدائمة أو المؤقتة. ما هي أسباب الهجرة؟ تتنوع أسباب الهجرة بين اقتصادية واجتماعية وسياسية. الأسباب الاقتصادية تكون كالهجرة بدافع العمل أو تحسين مستوى المعيشة، أي الأجور الأفضل وفرص العمل الأفضل في البلدان المهاجر إليها. أسباب اجتماعية كالهجرة بدافع علمي أو صحي، أو بدافع جمع شمل العائلة في الاغتراب، أي بعض العائلات يكون لها أبناء في الخارج فتفضل الهجرة لجمع شمل العائلة في الاغتراب. وأخيرا أسباب سياسية وأمنية كالهرب من الحروب والبحث عن الأمان في بلدان أخرى. نتائج الهجرة: هناك نتائج في البلدان المهاجر منها ونتائج للبلدان المهاجر إليها. في البلدان المهاجر منها نتائج إيجابية ونتائج سلبية. النتائج الإيجابية تخفيف مشكلة البطالة، وأيضا الاستفادة من الأموال المرسلة إلى الأهل في الوطن، أي وصول أموال المغتربين إلى ذويهم في الوطن. أيضا وصول بعض المهاجرين إلى مراكز سياسية مهمة في بلاد الاغتراب. أما النتائج السلبية، خسارة اليد العاملة الشابة، والجميع يعلم أن معظم المهاجرين هم من الشباب. أيضا خسارة الوطن للأدمغة البشرية، أي أصحاب الاختصاصات والمتعلمين، وحدوث خلل في الفئات العمرية وبين الذكور والإناث. الفئات العمرية أي كبار السن والشباب، وبين الذكور والإناث وما ينتج عنها من مشاكل اجتماعية كالعنوسة وغيره. أما نتائج الهجرة بالنسبة إلى البلدان المهاجر إليها، فمن هذه النتائج نتائج إيجابية ونتائج سلبية. ما هي النتائج الإيجابية في البلدان المهاجر إليها؟ حصول هذه البلدان على يد عاملة ذات أجر منخفض. أيضا الاستفادة من طاقات الخبراء والاختصاصيين، وتعويض النقص الحاصل في عدد سكان بعض الدول المستقبلة للمهاجرين كما في كندا والنرويج وغيرها. أما بالنسبة للنتائج السلبية، فمنافسة اليد العاملة المحلية، أي منافسة المهاجرين لليد العاملة المحلية، ما يرفع من معدل البطالة في تلك البلاد. حدوث العديد من المشاكل بين المهاجرين ومواطني بعض الدول المستقبلة للمهاجرين، وحيث لا يتقبل المواطنين الأشخاص القادمين إلى بلادهم. هذا بالنسبة للنتائج الهجرة.
والآن ما هي الخطوات الواجب اتباعها لمعالجة مشكلة الهجرة؟ أولاً، تشجيع عودة العمالة الماهرة والمتخصصة، وذلك بإيجاد فرص عمل ملائمة بأجور جيدة، أي تأمين فرص عمل للشباب لنشجعهم في العودة إلى بلادهم. أيضاً، المحافظة على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية لتشجيع عودة المهاجرين واستثمار أموالهم في الوطن، أي للاستفادة من أموال المغتربين في وطنهم، وذلك من خلال تأمين الاستقرار الأمني والسياسي في بلادنا. وهكذا نكون مع الخطوات التي الواجب اتباعها للحد من الهجرة. أما الآن فلدينا أنشطة تدريبية، وهي عبارة عن مستند ومجموعة من الأسئلة. عليكم قراءة المستند والإجابة عن هذه الأسئلة، والسلام عليكم.